حياكم الله، معكم بسام سعد الدين. انا اليوم موجود عند اعمار عشان نشوف الطرح الجديد تبعهم بمنطقه ذا فالي ايلورا، عباره عن تاون هاوسز باسعار مناسبه جدا ومساحات ارض اكبر من اللي كانوا يطرحون قبل. واول شيء خلينا نبدا بموقع المشروع. الفالي موجود بهذا اللوكيشن تقريبا، نحن 25 دقيقه بعاد عن الداون تاون. خليني ارجع لورا. اوكي، هون نحن 25 دقيقه بعاد عن الداون تاون، تقريبا نفس المسافه عن المطار وعن المطار، لانه نحن موجودين هون عندنا شارع الامارات العابر. هلا اذا انتم مفكرين انه هذا المشوار 25 دقيقه بعيد، فهو لا مش بعيد، لانه فعليا نحن اقرب من المرابع العربيه 3 واقرب من المرابع العربيه 1 و2 على الداون تاون والبزنس باي ومطار دبي. وعندنا كمان هذا الشارع هو عبارة عن هاي واي من دبي للعين، تقريبا هو عبارة عن 6 حارات للشارع هون. وعندنا هون موجود الاوتلت مول، وهون موجود السيليكون اويسز. السيليكون اويسز كمان هي منطقة فيها كتير مكاتب، يعني كمجمع تجاري او كوميرشال اريا. وعندنا هون كمان بهالمنطقة موجود عندنا المدينة الجامعية، يعني تقريبا نحن عم نحكي المدينة الجامعية بعيد عن الفالي بحدود 10 دقائق يمكن أقل. وبنرجع على الكوميونيتي اللي هي ذا فالي. هاي عندنا هون ذا فالي، وين هون عندنا تاون هاوسز، هون عندنا شارع دبي العين، وهون عندنا شارع الهباب. كمان شارع الهباب بخدنا بالطرف الثاني لمنطقة القدرة، وين نحن موجود عندنا حيكون تاون سكوير على اخر الشارع هون. هلا شو بيميز المنطقه او شو فيها المنطقه؟ برجع بعيده لانه انا قبل مره شرحتها. في هون عندنا جولدن بيتش هون بالنص، هذا عباره عن بحيره اصطناعيه، زائد انه في عندنا هون سبورت فيليج، وفي ميني جولف اريا. كمان عندنا بالمنطقه موجود او حيكون موجود تاون سنتر، هذا زي مول بيخدم المنطقه، وفيه محلات تجارية داخل المول وخارج المول، معمول بكونسبت جديد. كمان في عنا تراك للبايسيكل، للدراجات الهوائية، موجود حوالين الكوميونيتي بشكل عام، بالإضافة لأنه في أماكن لمناطق للعب الأطفال اللي موجودة هون، كيدز كيت. تقريبا نحن عم نحكي على مساحات كبيرة، يعني مثلا الجولدن بيتش مساحته بحدود 30,000 متر مربع. وعندنا المنطقة بلشت أول شيء بتاون هاوسز اللي هني كانوا إيدن، هذول طبعا كانوا قبل الكورونا، وبعدها تقريبا هلأ هو بنسبة 80 أكثر من 80% منجز من المشروع. بعدين عندنا كان نارا وتاليا، بعدين عندنا كان أورانيا الموجودة هون، وبعد أورانيا نزلت إعمار أول فيلل اللي هن الفارم جاردنز موجودين هون، كان هذا الشهر اللي فات. نحن هلأ موجودين بالكلاستر الجديد إيلورا الموجود بهذا المكان. وهون نظرة أقرب على الكوميونيتي، هن عبارة عن 430 تاون هاوس، وهون عندنا المسبح ومسبح الأطفال، زائد الجيم ومدخل الكوميونيتي من هذا الاتجاه. وزي ما انتم شايفين ما في ولا وحده بيكونوا باك تو باك، كلياتها سنجل رو، واللي بيكونوا زي هيك بيكون في ممشى او سكه بالنص. وهون الاراضي بهالمجمع تعتبر اكبر من الاراضي الثانيه، نحن عم نحكي على 3 غرف مساحتها تقريبا 2050 قدم، والارض تبعتها بحدود مساحتها 1600 قدم، واسعارها بتبدا من 1,650,000، واللي هن بيكونوا بالميدل بالنص. 4 غرف موجودين على الأطراف، وبكون مساحتهم البناء 2500 قدم، الأرض بحدود 2600 قدم، والسعر بيبدأ من 2,059,000. وخطة الدفع 80% خلال مرحلة البناء و 20% على التسليم، يلي متوقع يكون بشهر ديسمبر أو شهر 12 2026.
وبنهاية الفيديو إذا مهتمين بهذا المشروع أو بأي من مشاريع دبي ممكن تتواصلوا معي. كان معكم بسام.